السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف مثال عملي على لغة البايثون. لغة بس من لغات قوية جدا، فهنشوف ازاي نعمل فيها لوب من خلال وايل. لوب يعني بعمل حركة تكرارية، بحيث ان انا بدل ما اقعد اكرر العملية اكتر من مرة او اكتب سطور كتيرة، لا بوفر على نفسي وقت. فهقول له وايل وهديله شرط، طول ما الشرط ده بيتحقق ينفذ لي الحاجات اللي انا عايزها. تمام؟ يعني مثلا عندي 1000 موظف، عد لي من 0 ل 999. طول ما انت بتعد اطبع لي ورقه مثلا، او اطبع لي اسم كل واحد مع كذا، فده بيوفر لي وقت كتير قوي. فبقول له هوايل وبين قوسين، بروح كاتب مثلا الحاجه اللي انا عايزها، اقول لكم مثلا اكس اصغر من 9. تمام؟ وبعد كده النقطتين، وبعد كده هبدا احط الشرط بتاعي واقول له اطبع لي برنت بين قوسين، وهحط له سترينج اللي انا هكتبه هنا هيتبقى زي ما هو، ما بتغيرش. ده نص، يعني لو كتبت له اكس بتساوي خلاص، هو ملوش دعوه بايه، لا هي دي دعوه ان دي نص بيتكتب زي ما هو. تمام؟ طيب، واروح مديله العلامه ديت كوما، وبعد كده هروح قايل له اكس. طيب انا اصلا ما كتبتوش الاكس بكام، اجي قبل الوايل واقول له اكس بتساوي خليها صفر. تمام؟ ده كده جلوبال، المتغير ده جلوبال، يعني هي اقدر اشغله في اي حته واستخدمه في اي حته في البرنامج، لان هو مش جوه فانكشن. تمام؟ طيب بعد كده ايه، لو انا اديته الداله كده قلت له اشتغل هيهنج. ليه؟ لان انا بقول له اطبع طول ما الاكس اقل من 9. طب ما هي اقل من 9، فهي هتفضل كل مره يطبع. فعشان كده لازم ادي له حاجه تغير الرقم، هقول له الاكس بتساوي اكس زائد 1. فهو اول مره هيمشي الاكس بصفر، بعد كده هيبدا يعد بقى من صفر، ويبدا يشوف هل هو اقل من 9. اقل من 9 يروح طابع الكلمه دي، وبعد كده يزود عليها 1، وبعد كده يرجع تاني، وبعد كده يزود عليه 1، وهكذا. طيب هاجي هنا واقول له ايه، طيب لما تخلص خالص اطبع لي فينش. لما تخلص الداله وتخرج من الداله وتوصل لاخر الداله دي اطبع لي فينش. فبقول له ران، هيبدا يعد الاكس بيساوي 0، اكس بيساوي 1، اكس بيساوي لحتى ما هيجي عند 9، هيلاقي ان ال 9 اصغر من 9، الشرط ما اتحققش، خرجنا من اللوب ورحت طبع لي فينش. طيب كده ممتاز قوي. طيب عايز بقى اقول له ايه else، يعني ايه، يعني لو الشرط ده ما اتحققش اطبع لي كلمه ثانيه else، اطبع لي، حط النقطتين انتر، وبعد كده اروح ايه قايل له مثلا اطبع نان مثلا، او nothing، او اي حاجه نان عايزين مثال. تمام؟ فهيبدا يمشي الامر، بدا يطبع تك 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 من اول هنا اللي فات ده، اللي هو طبعا اتعمل قبل كده. هنا اكس بيساوي 0، 1، 2، لحد ما وصل 8، وبعد كده لما بقى 9، وبعد كده فينش. طيب ممكن انا اعمل اضيف حاجه ثانيه للكود، او ممكن اضيف زي بريك كده. تمام؟ يعني يقف لو في شرط اتحقق. زي ايه؟ هقول له اف اكس، لو الاكس بتساوي 5 مثلا. تمام؟ بريك. تمام؟ تعالى بقى نشوف الموضوع ده هيتحقق ازاي. اقول له ران. طيب هو شايف ان فيه غلط في سطر رقم 4 اعتقد، غلطة عندي انا في حرف الاي، حرف الاي زيادة، كتبت انا حرف الاي غلط. تمام؟ عمل ايه؟ بدأ يطبع باكس بيساوي 0، اكس بيساوي 1، اكس بيساوي 2، اكس بيساوي 3. اول ما وصل ان الاكس بتساوي 5 خرج من اللوب، وراح بدأ يطبع الفينش. تمام؟ فهي دي فكرة ان انا اعمل بريك.